كان يصورها من الخلف، هذا ما قالت هذه الفتاة وهي بلوجر اسمها بسمة باشا في فيديو نشرتها على حسابها على السوشيال ميديا وهي تبكي بحرقة، وروت تفاصيل تعرضها للتحرش من قبل أحد العاملين بمطار القاهرة بعد عودتها من بيروت، حيث كانت مع أصحابها تنتظر الحقائب لينبهوها أن هناك من يصورها بهاتفه من الخلف، فذهبت معهم لفتح هاتفه والتأكد من الأمن، ثم استعانت بالأمن ليكتشفوا أن الرجل لم يصورها هي فقط، وجدوا في هاتفه العديد من الفيديوهات لفتيات أخريات كان يصورهن أيضا من الخلف. نتابع. أنا كنت مسافرة بيروت ورجعت مصر، وأنا واقفة في الطابور مستنية الشنط، راجل صورني من وراه على تليفونه، وأصحابي أخدوا بالهم ورجعوا جريوا وراه، وهو he denied everything ومرضيش يورينا الصور. اوكي مرضيش يورينا الصور ومرضيش يفتح تليفونه. ظهرت بسمة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فيديوهاتها على السوشيال ميديا وتعاطف عدد كبير جدا من المتابعين بفيديو آخر تبتسم فيه هذه المرة لتقول إن الرجل المتحرش خرج من المطار متكلبش وسيخضع للتحقيقات. منذ أيام قليلة مشاهدينا وكذلك أيضا في مصر عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا الفيديو الصادم جدا، يظهر تحرش رجل بشاب قاصر في أحد القطارات ليتصدر هاشتاغ متحرش القطار الروسي تويتر، حيث عبر فيه كثيرون عن عدم احتمالهم لتكرار حوادث التحرش. صور هذا الفيديو من قبل أحد الركاب الذي كان جالسا في الكرسي المقابل للمتهم، حيث تمكن من تسجيل الواقعة في فيديو مدته 10 دقائق باستخدام هاتفه. لكن أيضا الخبر الجيد أن وزارة الداخلية المصرية تمكنت من العثور على المتهم المتحرش وإلقاء القبض عليه. كان هناك تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حوادث التحرش هذه. رانيا أمجد علقت: متحرش القطار، متحرش المطار، متحرش الأتوبيس، متحرش الميكروباص، نطير طيب. ومحمد طارق قال: الموضوع زاد عن حده، مثل هذه الجرائم تحتاج لعقوبة غليظة وواضحة، الناس دي فاقت الوصف من القذارة والانحطاط الأخلاقي متحرش القطار الروسي. وداليا نوفل أشارت إلى التأثير الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي، بيقولوا السوشيال ميديا تفاهة وبتغيب الوعي. لا يا فندم، ده لما تستخدم غلط، لكن بقت هي أحسن طريقة الواحد ياخذ حقه بيها في ظل القرف يلي بنشوفه. وبتكلم عن التحرش الوسيلة الوحيدة اللي بتاخذ حق البنات والأطفال، متحرش القطار ومتحرش المطار. وإيمان وجدي عبرت عن سعادتها بخبر إيقاف متحرش المطار، اترفد من شغله وقبضوا عليه وخرج من المطار متكلبش وحيتعرض على النيابة. الناس دول كتير موجودين حوالينا في كل مكان، بتعدد صورهم وأشكالهم ولكنهم مشتركين في نفس القذارة، افضحوا الموضوحين دول أكثر متحرش المطار. شاركونا بآرائكم، هل التشهير وفضح المتحرشين على مواقع التواصل الاجتماعي يساعد على وقف حوادث التحرش وعدم تكرارها؟